بين الدوحة وواشنطن في الأونة الأخيرة لها صفة هي لغة المصالح والأهداف، حيث تغير موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المناهض لقطر إلى داعم لها بعد عقد عدة صفقات فيما بين الدوحة وواشنطن في مجال السلاح بالتحديد، إضافة إلى لجوء الدوحة إلى عدة شركات تسمى بشركات العلاقات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدتها في تحسين وجهها القبيح. لغة المصالح أهم من لغة المبادئ، هكذا تبدو العلاقات بين الولايات المتحدة وتنظيم الحمدين خلال الآونة الأخيرة. ترامب الذي تبنى في الماضي سياسة مناهضة للدوحة نتيجة تورطها في دعم الجماعات الإرهابية، خرج قبل أيام خلال لقائه أمير قطر في واشنطن يؤكد أن علاقات بلاده تسير بشكل ممتاز مع الدوحة. إنه لشرف عظيم أن يكون أمير قطر بيننا اليوم، فهو صديق لي وأعرفه منذ وقت طويل قبل دخولي إلى عالم السياسة، ونحن نتعاون معا في هذه البقعة من الشرق الأوسط، وأعتقد أننا نسير بشكل جيد وهناك الكثير من الأمور الجيدة تحدث بيننا. التغير في موقف ترامب لم يدهش الكثيرين، فقطر خلال العام الماضي قامت بشراء مقاتلات أمريكية من طراز F-15 بقيمة 12 مليار دولار، وهو ما اعتبرته واشنطن والدوحة تحقيقا لمصالح مشتركة للبلدين. كما اتفق الجانبان خلال الأيام الماضية على صفقة لبيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 300 مليون دولار. كما استمرت الدوحة في محاولات تحسين وجهها القبيح لإقناع صناع القرار في واشنطن بتبني مواقفها الخاطئة من خلال التعاقد مع عدد من شركات العلاقات العامة في الولايات المتحدة، بما يساهم في تحقيق أهداف تلك الشركات والدوحة في وقت واحد. موقف ترامب لا يلاقي صدى في أروقة الكونغرس، فقد شن عدد كبير من أعضاء المجلس هجوما حادا على النظام القطري خلال الأيام الأخيرة، مشيرين إلى أن الإغراءات القطرية التي تقدمها الدوحة لواشنطن لا تعني غض الطرف عن تصرفاتها وسلوكها في المنطقة. السيناتور الديمقراطي براد شيرمان رفض موقف ترامب مطالبا بالتحقيق الدقيق في علاقات الدوحة بجماعات متطرفة. وأكد شيرمان أن مشروع قانون بشأن فرض عقوبات على قطر بسبب دعمها لجماعات تعتبرها واشنطن إرهابية وظهور زعماء هذه الجماعات على وسائل الإعلام القطرية يتم العمل على صياغته بشكل نهائي. ويرجع البعض تغير موقف الرئيس الأمريكي من قطر إلى رغبته في غلق ملفات تعتبرها واشنطن خلافية في المنطقة للتفرغ لما تصفه بتحديات أكبر على رأسها إيران وسوريا.